السلام عليكم خوت، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا الفيديو قصير لان وصلوني بزاف ديال الطلبات في الانستغرام وحتى في اليوتيوب. الفيديو الاخير اللي درته قبل ما يفتحوا هذا البرنامج ديال ديستيناسيون كندا بالنسبه للعمال، يعني لي كونطرا طراي، وجاوني بزاف لي ميساج قال لك راه كاين سوا اللي لقى لي ما محلولش، كاين اللي مثلا ما عرفش، كاين دي كيسيون على السي في واش بالفرنسيه او الانجليزيه، كيسولني على لا لتر دو موتيفاسيون، الاغلبيه على لو ليان ما محلولش. وكما قلت لكم بان لو 27 سبتمبر في اخر فيديو غادي يحلوا هذا البرنامج هذا ديال ديستيناسيون كندا اللي عن طريقه تمشيو بزاف الناس باش يجيو لكندا ويقلبوا على عقود عمل بالمجان. يعني غادي نشرح لكم طريقه التسجيل طلبا بزاف الناس، لان المره فاتت شرحتها قبل ما يحلوا التسجيل، شرحت غير باش توجدوا السيفيات وشرحت لكم شنو هو الملتقى. دابا غادي نشرح لكم طريقه التسجيل ان شاء الله. دونك نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الا كنتوا مره تشوفوا في القناه حاول دير واحد لابوني باش دائما يوصلك الجديد، ولا كنت دائما معنا في القناه مرحبا بك، وخلينا واحد اللايك وواحد الكومونتير باش دائما يوصلك الجديد تاع القناه تاعنا طريق النجاح. شكرا لكم على المتابعه كاملين. دونك على بركه الله كما قلت لكم هذا لو ليان او الرابط ديريكت فيغ هاد ديستيناسيون كندا، لان ملي تكتب في جوجل ديستيناسيون كندا راه ما تعطيكش هاد الرابط هذا، تعطيك واحد دوتخ ويب سايت اللي ماشي هما ديال هاد البروغرام هذا. دونك يفو فير اتونسيون، الرابط غيكون تحت لا فيديو صندوق الوصف، كليكي على ديك لابتيت فلاش، راه سي فري ماشي فاسيل ا روبيري، ديك لابتيت فلاش راه مدرقه شويه، كليكي عليها باش في ديما الرابط باش تسجل. ما تحاولش دير ديستيناسيون كندا في جوجل لانها ما يعطيكش هاد الشاشه هاد الويب سايت. دونك كما قلت لكم ديستيناسيون هذا واحد الملتقى اللي يكونوا فيه العمال ديال الكنديين كاملين، يعني باش يختاروا ناس اجانب يجيو لكندا. دونك بو فوز انسكريغ في هذا البرنامج قال لك سو فوروم سادريس او كونديدا فرانكوفون او بيلانغ، يعني فرونسي انجلي. يعني اول حاجه يعني الناس اللي تهضروا فرنسيه او الناس اللي تهضروا فرنسيه او انجليزيه، او بيان سور الناس اللي تهضروا انجليزيه فقط، لان مثلا نقولوا مثلا انجليزيه من تدخل هنايا بالنسبه للمغرب العربي راه تهضروا فرنسيه شويه، والناس اللي تهضروا ان تي بو بلوس في لونغلي دونك راه دايزين، يعني فرنسيه انجليزيه بيلانغ او فرنسيه. Donc avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger un CV bilingue au format canadien. Donc, أول حاجة, تاني حاجة plutôt, donc le CV يكون bilingue au format canadien. بغيتي تشوف شنو الفورمات كليكي على هذا الرابط. ديجا راه شرحت انا في لا فيديو على القناة كيفاش دير ان فورمات كنديان بالفرنسية وبالانجليزية، راه شرحتو الا مشيتو الفيديوهات في ليستوريك ديال البلاي ليست غادي تشوف بان راه شرحت واحد الفيديو بالنسبة للناس اللي باغيين يديرو سي في كنديان، لان بزاف الناس جدد ما تعرفوش، الناس اللي قدام معنا يسمحوا لنا الا بقينا نعاودو الهضرة، باسكو راه الناس دائما تجي جديدة وتتسول لي ميم كيسيون، دونك غير ديروا معنا الخاطر وصافي وسمعوا معنا خاطركم. دونك بالنسبه للسي في كما دائما تنعاودها هي هما عاطينك كاع واحد لاباج الا بغيتي تشوف لا فيديو انت جي قرا هنايا وشوف كيفاش تصايب شنو هما لي بوين ا ريسبكتي باش تصايب ان سي في كندي. هما لي شوز ا دي ا ايفيتي، فوالا لا فوتو ا ايفيتي، لي رونسينيمون بيرسونيل ا ايفيتي، يا سو دي سويت، يعني تشوف هادشي كامل وتبازا عليه. جو بونس راه ما يعطيك هنايا واحد لو كونسيبتور دو سي في غراتوي باش يعاونك، دونك كليكي عليه. دونك الفيديو ديالنا ماشي هو السي في، مي بعجاله انتم شفتوا كيفاش تصايب ان سي في كندي. الحاجه اللي تاكدوا عليها هو يكون بيلان، يعني بالفرنسيه والانجليزيه، ديروا الصفحه الاولى بالفرنسيه والصفحه الثانيه بالانجليزيه، سواء استعن بجوجل تراديكسيون، بزاف الناس يقول لك فين ندير لا تراديكسيون، جوجل تراديكسيون راه تيدير لا تراديكسيون او ميم طون ما تعطيكش هذيك، يعني هذيك لا تراديكسيون بارفيت، حاول تستعن بشي صديق عنده بالعمل الانجليزيه في المغرب، راه كاينين اصدقاء اللي عنده شي من الانجليزيه وي فيريفي معاك. سينو دخل عندي الانستغرام طارق نجاح كندا، لقيتي مشكل غادي نحاول نجاوبك، واخا تسمحوا لي راه بزاف لي ميساج يوصلوا، ممكن ندير اللي قدرت عليه صراحه باش نجاوب الناس في الانستغرام. دونك اي دو تروفي، ثالث حاجه تروفي لو كود كي ديكري لو ميو دو فوت بروفيسيون او فوت ميتي، لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون دو كندا. دونك سي ان بي لا كل ميتي عنده واحد الكود، مثلا نجار عنده واحد الكود، صدور عنده واحد الكود، ميكانيسيان عنده واحد الكود، باش تعرف السي ان بي ديالك وتزيدو في السي في تحطو في الاول، قالك بو اوغمونتي لا شونس ديتر انفيتي ا بارتيسيبي ا ليفينمون اون ديريكت اون لين. دونك هذاك السي ان بي ديالك زيدو في الفوق ديال السي في، في البروفيل ديالك كتب لهم سي ان بي 75 شي حاجه، كليك على هنا غتشوف السي ان بي ديالك، سي فاسيل باش تقلب عليه، راه ديجا تو درت عليه حلقه باش الناس يعرفوا. دونك كاين دي سي ان بي مثلا انا هبط لتحت فوالا غندير هنايا تشوف لي سي ان بي هنايا، مثلا غندير مثلا ميكانيك ولا سودور، لا سودور
مثلا سودور في هاي اي اوبيراسيون سي ان بي 7237 مثلا ندير بلومبي مثلا بلومبي عندك 72 51 دابا هذه هي السي ان بي ديالها شفتوها نيفو بي دونك تكتب غير سي ان بي ايتيغال 7251 غتحطها في السي في تاعك ميكانيسيان كنتي اركيتيكت كنتي اي حاجه غتكتب هنايا غيعطيك السي ان بي ديالك سهله هادشي كامل دابا جوسكا دات راه سهله ما شرحتش شي حاجه زعما اكسترا اوردينير ولا شي حاجه راه غير تبعوا هاد لي بوين راه ان شاء الله الناس اللي قدام راه دابا ديجا يكونوا دفعوا راه ديجا وصلوني الناس راه دفعوا في الانستغرام مي الناس باقيين جداد مساكن ما عارفينش راه حنا تنعاودو نشرحوا لهم دونك سي ان بي زيدو في السي في تاعك سي في كون بيلانغ وناس لي فرانكوفون وبيلانغ ما تكونش تهضر بالعربيه وباغي تشارك لان خصك ضروري فرنسيه او فرنسيه وانجليزيه دونك باش هادشي قال لك الا صيفطتي هادشي مزيان غادي اوغمونتي لا شونس ديالك يعيط لك واحد لومبلويور باش تحضر هذيك ليفينمون اون لين ولا شاف فو السي في تاعك مزيان غادي يصيفطوا لك لونتروفيا انديفيديوال ومن تما ان شاء الله عقد العمل دونك الا فوزيت ان نو تدير لو نو تاعك نيه سمي تاعك برينو ادريس كوريال كونفيرمي لادريس كوريال ديالكم دابيتود دونك ناسيوناليتي ديالك يعني فين زايد بي دو ريزيدونس مثلا كنتي مغربي وزايد في فرنسا وساكن في فرنسا تكتب فرنسا هنايا كود بوستال فيل دو ريزيدونس اللي دابا ساكن فيها مثلا عندك لا فيل دو ريزيدونس ديالك بيان سور غتكتبها vous êtes inscrit auprès d'un service public de l'emploi participant à cette information leur permettra de faire un suivi avec nous donc il y a maintenant des services à toi ou qu'il y a des services maintenant l'ANAPEC les tu dirais parfois la publicité ou la promotion de la barami mais t'as pas besoin mais il a brisé تقدر دير اوكان فهمتي دير اوكان وخاص با اوبليغاتوار يعني قال لي فيهم استيريكس روج راه سي اوبليغاتوار خاصك تعمر ديما هادي ما خاصكش تعمر سي با اوبليغاتوار دونك هادي ما فيهاش استيريكس روج بحال هادو ما عندك ما دير بعد تقدر ما دير والو تخليها هكذا ماشي مشكل فو سويتي بارتيسيبي ا ديستيناسيون كندا فورم لو موبيليتي غتكتب لهم واش جودي ولا فوندودي ولا سامدي انا من الاحسن سيرو جودي دونك حاول دير تاخذ دو دات الا مثلا عندك انت الزوج عندك خذ لو 18 والزوجه ديالك اذا كاينه خذ ليها مثلا لو 19 مهم خذ لو 18 ولا لو 20 مهم خذ دو دات باش كوم سا ديفيزي بلوس وتشوف لي زيكسبوزون اللي يكونوا بلوس دونك من هنا جوسكا دات مزيان دونك فوالا الكونجوان تاعك اللي هضرنا عليها هنايا النون ديالها البرينو ديالها لادريس كوريال الى كاينه بيان سور سي با اوبليغاتوار هاد لي شون لان ما فيهم بلاصه اكس روج دونك ماشي اوبليغاتوار les compétences et formations professionnelles dialogue واش يعني بالنسبه للينغويستيك انجليز دونك عندك بارلي تكتب لهم مثلا المهم حاول دير شويه موديري ديما لعب على موديري شويه ما عمرك ما دير فابل ولا نو كتب موديري شويه المهم الا تعرف شويه الانجليزيه الفرنسيه خصك تكتب لهم مثلا ال في هنايا بارلي ال في لو المهم اكريغ كتب لهم موديري يعني يقدروا تشيكيو لو تيست انا من بعد نيفو ديتود بون كتب ليهم نيفو ديتود تاعك مثلا ايتود سكوندير نون كومبليتي هي نيفو باك لان ما عندكش باك كتب ليهم غير نيفو باك هي ما هادو ديبلوم ديتود سكوندير اللي هي الباكالوريا يعني واخد ديبلوم ديال الباكالوريا سيسا فرنسي بوست سكوندير دان نو يعني قريتي عام ورا الباكالوريا دو زون ورا الباكالوريا دو دي فورماسيون تكنيسيان يعني بحال لوف بي بي تي مثلا عندنا في المغرب بكالوريا بروغرام بوست سكوندير 3 ans en plus هذه هي لا ليسونس بروفيسيونيل او ليسونس ديال كارتون قديمه ميتريز او دكتورا اللي عندهم ميتريز دكتورا فوالا هما هادو دونك ساهل هادو اكسبيريونس ترافاي ادير السيكتور دو ليكسبيريونس ديالك مثلا السيكتور اللي فاش خدام واش في الفينونس ولا جيستيون ماشي انت شنو تدير غير السيكتور دو ديال الترافاي ديالك من بعد تدير يعني سميت الشركه ديالك لو سي ان بي تاعك هنا فين تختار السي ان بي شي اللي قلت لكم عليه قلبوا عليه مثلا سودور ولا مثلا بلومبي تدير سي ان بي ديالك هنا تكون ديجا قلبتي عليها ولا كليكي على هنا باش تقلب عليه نمبر داني اللي خدمتي ديكسبيريونس واش عام سنتين على حسب شحال خدمتي تكون ديكلاري على سي ان اس اس بيان سور لي ستاج ما محسوبينش دوزيام بروفيسيون دونك سيكتور تاعي لانتيتولي اشنو خدمتي عندهم يعني البوست ديالك اشنو كاين سي ان بي ديالها واخيرا le nombre d'années, vous et le Canada, donc vous avez déjà obtenu un permis d'études pour le Canada, il a déjà un permis d'études, il a déjà crédité un permis de travail, à délim coché, il a déjà actif le bassin
ديال ليكسبيريونس انترناسيونال كندا بور لو لا كاتيجوري فاكونس ترافاي، هذا قليل اللي عنده. فوز افي ان بيرمي ترافاي اوفر، الناس اللي ديجا عندهم بيرمي ترافاي هنا في كندا، وفوز افي ديجا لابروباسيون بور لا ريزونس بيرمانونت في كندا، دونك هادشي كامل الناس. Vous êtes dans le bassin entre express, entre express, le bassin à décrocher. Vous avez l'intention d'acquérir ou de créer une entreprise au Canada. Ou là, vous avez de la famille proche au Canada. Donc, il y a à cliquer là, il y a un acte, 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 c'est pas obligatoire. Ou machi d'arroria, la machi à cache, mais qu'on s'en a mis تي بريفيليجيوم، علاش؟ لان تيكونوا ديجا عندهم الوراق باش يجيو يخدموا، ديجا عندهم بيرمي ترافاي ولا ديجا هما تيقراو، مي تي بخي عندهم واحد لو بلوس، مي انت ما عندكش هادشي ما تكليكي ما تسيليكسيوني حتى وحده فيهم. لو سي في تاعك غادي يكون بيلان كيما قلت لكم فرنسي وانجليزي اون فورما كنديان، ان سول دوكيمون، ان واحد يعني وورد ولا بي دي اف واحد فيهم، وورد مثلا دير وورد ما يفوتش 5 ميجا بايت، غادير ماكسيموم دو باج، يعني يكون دو باج فرنسية و دو باج بالإنجليزية ماكسيموم، يعني إلا كانت اون باج من الأحسن. شوازي ان فيشي غاتسيليكسيوني هنا، يعني سوا دوك يعني وورد، سوا ار تي اف، سوا تيكس. المهم لي تيتمشو بزاف هو الوورد، هاهما كاتبينو الوورد دوك ولا بي دي اف واحد فيهم. جاكسبت اي جو سويت مابوني انغوجيستخي و توكل على الله، الله يسهل على الجميع ان شاء الله. هادي الطريقة تجي لاخوتي كانت سهلة وسريعة، سمحوا لي درتها في آخر النهار. جيسبيغ تشوفوا الفيديو الناس اللي انتريسي، و جيسبيغ ربي يسهل عليكم كاملين وتجيو كندا في أقرب وقت. هذه فرصة ما تتعودش، الله يخليكم، غير صيبوا السي في تاعكم مزيان وصيبوا بطريقة بروفيسيونيل بالفرنسية والإنجليزية وتوكلوا على الله وصيفطوا، لأن هذا برنامج يعني حكومي، ما في لا 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 بالفلوس لا، ما في حتى شي حاجة، هذا شي عقود عمل بالمجان. راه هاد القضية تنقول عقود عمل بالمجان، راه هي هادي صافي، ما تخلص لا اجونس لا انترميديير لا لحسن لا محمد، غتخلص ما تخلص والو، تعجب من الشركه غيعيط لك يعطيك عقد عمل ولا يخلصك باش تجي، يعني هو لا خصو يخلصك باش تخدم عنده، ماشي انت لا تخلص، غتخلص دي فري ديال الفيزا وي ابخي، مي ما تخلصش كونطرا، الثمن ديال الكونطرا ما كاينش، دونك هادشي اللي كاين. دونك الله يسهل الجميع وتهلاو فريوسكم وعلى بروشين، السلام عليكم.